لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. اللهم أنت ربنا لا مزال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الصائمون، فاتقوا الله عباد الله واحذروا معصية الله عز وجل، فإن المعاصي هي سبب كل شر وبلاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إن المعاصي عباد الله سبب لقسوة القلوب، وكذلك سبب لظلمة الوجه ومحق بركة الرزق والصحة والولد، وهي سبب لعذاب القبر وعذاب النار. وكما أن العقوبات السماوية التي يسلطها الله على من شاء من الأمم كانت بسبب معصيتهم لله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. قال الله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وكذلك يقول الله: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه واسع المغفرة وعظيم الجود والإحسان، يمهل عباده ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويدعوهم إلى التوبة ولو بلغ جرمهم ما بلغ، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول ابن كثير: هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت هذه الذنوب، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. يقول سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وحتى المؤمنون مطالبون بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. عباد الله، كلنا مذنبون مخطئون، نقبل على الله تارة وندبر عنه أخرى. المؤمن ليس معصوما من الخطيئة، وليس في منأى من الهفوة، وليس في معزل من عن الوقوع في الذنوب. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن عباد الله، الفرق بين الناس ليس في السلامة من الذنوب، بل في حالهم وتعاملهم مع تلك الذنوب. انظروا يا رعاكم الله بين آدم عليه السلام وإبليس، كلاهما عصى الله تبارك وتعالى، كلاهما عصى الله تبارك وتعالى بنص القرآن الكريم، ولكنهما اختلفا في التعامل مع المعصية. فآدم وزوجه عليهما السلام اعترف بالذنب وطلب المغفرة من الله، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكانت النتيجة حميدة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
كذلك أنت إذا أذنبت فكن مثل أبيك آدم، استغفر الله واعترف بالذنب، فإن الله عز وجل سيجعل لك حتما عاقبة حميدة. وأما إبليس نفس الشيء، فقد عصى الله عز وجل ولم يكن من الساجدين، ولما سئل عن سبب معصيته لربه احتج مستكبرا كما يحتج بعض العصاة، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت النتيجة وخيمة، قال خرج قال فخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فلا تكن مثل إبليس يرتكب المعصية ثم يحتج بأن الناس قد دفعوه إلى ذلك أو بأي حجة واهية كما يفعل العصاة مستكبرين. فقد وعد الله المؤمنين بالجنة فقال في وصفهم هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والأواب يا عباد الله هو الإنسان الرجاع أو كثير الرجوع إلى طاعة الله عز وجل عن المعاصي. قال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فإياك إياك أن ترجئ توبتك حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي مسند الإمام أحمد حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقص لنا قصة عجيبة، يقول إن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا أو قال عملت عملا ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفر لعبدي، ثم عمل ذنبا آخر أي ثالث أو أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفره، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أي ليس بمعنى أنه يجوز له أن يذنب الذنوب بعد اليوم، وإنما ما دام هذا العبد يذنب ثم يتوب فإنه لا يتضره الذنوب مع التوبة، ولكن البطولة في التوبة. عباد الله إن الله سبحانه لا يفرح بتوبة عبده وهو الغني عز وجل. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه ولو من الشرك، إذا تاب توبة صادقة مشتملة على شروطها الشرعية فإن الله يتوب عليه جل وعلا، كما قال جل في علاه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عباد الله يقول نبينا صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبلها، أي تمحي لك جميع الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما كان قبلها، وقال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال جل وعلا سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبين سبحانه أن التائب مفلح ناجح في الدنيا والدين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد قتل 99 نفسا؟ قال فانتظى سيفه فقتله فأكمل به 100. وفي رواية قال لا أجد لك من توبة فقتله، ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة، أترك الأصدقاء الفاسدين،
اترك زملاء السوء، اترك المحيط الخبيث الذي يدلك ويرشدك ويذكرك بالمعصية. قال اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، وفي رواية فإن فيها أناسا يعبدون الله. قال قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها فإن فيها أناسا يعبدون الله، أي بأن هناك محيطا يعينك على ذلك، محيط إيماني، محيط فيه عباد يعينك على تقوى الله عز وجل. وها أنت أيها التائب اليوم في رمضان أنت في جو إيماني، في محيط أغلقت فيه أبواب النار وفتحت فيه أبواب الجنة وفتحت فيه أبواب السماء ونزلت فيه الرحمة وصفدت الشياطين وفيه الركع والسجد والناس يقرؤون القرآن ويصلون قيام الليل ويصومون بالنهار ويتصدقون، هبة جماعية من المسلمين إلى المساجد، فكن معهم. هذا محيط، هذا جو هيئه الله عز وجل لك للتوبة فاغتنمها، فإن المحيط قد تنجس في غالب الأحيان، نسأل الله السلامة والعافية. قال فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له أجله، أي حضرته الموت وهو في الطريق إلى التوبة، في الطريق. قال فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. في رواية عباد الله أنه لما جاء حضرته الموت أقبل على تلك، اتجه إلى تلك القرية التي يريد أن يذهب إليها، القرية الصالحة، قرية التوبة، اتجه إليها ونأى بصدره إليها وارتمى ومات. يعني أراد أن يظهر حركة من الله، منه إلى الله، يظهر حركة إلى الله بأنه يريد التوبة. هكذا التائب، التوبة ليست أماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. التوبة ليست كلام سأتوب أو أغنية تذكر فيها بأنك ستتوب، التوبة ليست هكذا، توبة عمل، إقبال، تبين لله تبارك وتعالى، تري نفسك إلى الله عز وجل، من أنت، كيف تقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا العاصي 100 نفس إخواني الكرام، نحن قتلنا 100 نفس، ما قتلنا 100 نفس. يعني التوبة عندنا أسهل من هذا الرجل، ومع ذلك هذا الرجل صدق الله فصدقه. قال فاختصم فيه ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة جاءت بها بالكفن انتحت على الجنة وجاية بيض الوجوه طيبين وجايين ياخذوا الإنسان هذا التائب إلى الجنة، ولكن جاءت معها ملائكة العذاب، جاءت ملائكة العذاب بكفن من أين؟ من جهنم، يريدون أخذه إلى جهنم لأنه قتل 100 نفس. فاختصموا أيهم يأخذ هذه الروح، من هم الذي يأخذ الروح، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فقال إبليس أنا أولى به، لم يعصيني ساعة قط، يعني أنا نأخذه. إبليس قال، هذا مخلص قتل 100 نفس، مثل المخلصين المروجين للمخدرات والمدمنين على الخمور والناس الذين أدمنوا على النظر إلى الحرام والناس الذين تركوا الصلاة، مخلصين لإبليس، أوفياء يدافع عنهم إبليس إلى آخر لحظة ويتبرأ منهم يوم القيامة. قال فقالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. قال فبعث الله إليه ملكا فاختصموا إليه، يعني ملك، فاختصم إليه الملائكة فقال انظروا أي القريتين كانت أقرب إليه فألحقوه بها. إذا كان قريب من بلد التوبة فخذوه للجنة، وإذا كان قريب من بلد ليقتل فيها 100 نفس فخذوه إلى النار. فماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأرض، هذه القرية، هذه المسافة تاع التوبة، قالها تقاربي، بدل ربي الجغرافيا على جل إنسان تائب إلى الله، وهذه اللي فيها القتل باعدها الله عز وجل، أرض المعصية باعدها الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى إذا كنت من أهله وارتميت عند بابه وتبت من معصيته فإنه يغير الكون من أجلك أنت وحدك فقط. هذا الإنسان بدل ربي المسافات، مسافات إذا كانت تسوى 500 كيلومتر رجعها 300 كيلومتر، والأخرى لو كانت تسوى 200 كيلو رجعها 1000 كيلو، بدل المسافات ربي، والأرض أرضه وهو على كل شيء قدير. من أجل من؟ من أجل عبد تائب. ما زال هذا العبد ما طلب علم ولا حفظ قرآن ولا صلى ولا راح حج ولا عنده 30 عمرة ولا 50 حجة، ما فعل شيئا هذا الإنسان، ولا بنى مسجدا ولا عمل شيء، إنما جاء تائبا. التوبة يا عباد الله عندها قيمة عظيمة، ترفعك عند الله في المعالي، وتجعل ربنا سبحانه وتعالى يدافع عنك، يحط عليك محيط ويحفظك. فلماذا نضيع هذه الفرصة؟ نسأل الله السلامة والعافية واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أيها الصائمون المباركون، اعلموا ثبتني الله وإياكم وتاب علي وعليكم أن التوبة ليست أماني أو أنها كتابات على صفحات الفيسبوك أو غير ذلك من الشعارات، لأن الدين تاعنا احنا لا يقبل الشعارات، يقبل العمل، يقبل أنت من أنت كيف تري نفسك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو ديننا. الله عز وجل قال لما ذكر في سياق ذكر الجنة، وقال بأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، هذا السياق ذكر الله عز وجل بعده شيئا، قال ليس بأمانيكم. هذه الجنة قال اللي ذكرتها الآن ليست بأمانيكم، مش بتتمنى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب اللي قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، ليست بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وإنما فيها قانون: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. قانون، كنت أبيض أو أسود، كنت أعجمي أو عربي، كنت من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من سلالة أخرى، كنت من كنت من جن أو من إنس، هذا القانون على الجميع، وليس بالأماني وليس بالانتماء وليس بالعائلة وليس بالذكاء وليس بالشهادات. الجنة عباد الله تنال بالأعمال، تنال بالإيمان بالله تبارك وتعالى. ولذلك عباد الله، التوبة هي مسارعة، التوبة ندم، التوبة إقلاع عن المعاصي، التوبة مبادرة إلى عمل الخير. هذه التوبة، التوبة لازم تعمل تدير مشروع. التوبة هي مشروع، مباشرة تبدأ تنقي في المحيط متاعك. قال هذا الإنسان نحي الرقم متاعه، وهذا نحي الرقم متاعه، هذا شياطين يديوني ميخلونيش نثبت على دين الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر ميسمحش أنك تتلاعب. ومنعيشوش مرتين، كي تجي الموت ما تقولوش ربي سنة نعاود، ما راكش في المدرسة تعاود السنة. إذا جاتك الآجال متاعك ما ينتظرك حاجة، وربي يذكرنا هذا في القرآن كم من مرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربي قال في أذات ردع لهذا الإنسان، قال كلا، ردع هنا، هذه ردع، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا الاستدراك، هذا الردع، هذا وش يقول لك ربي سبحانه وتعالى؟ هذا أنت تهضر في الكلام، هذا أنت تقول ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، النهاية خلاص، لحقت إلى النهاية. إخواني الكرام، أنتم اليوم في أمان الموتى. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبور وقال هذه القبور، أن أصحاب هذه القبور، إن أحدهم لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيركع ركعتين مما تحقرون أنتم. احنا نحقرهم ركعتين دركا، احنا هذوك الموتى، احنا رانا في الأمنية نتاعهم. ولذلك جاء أحد الناس المذنبين، كما نقولوا احنا واحد خارج الطريق، جاء عند أحد السلف وقال له أعطيني موعظة لازمني نتحرك، أعطيني موعظة مليحة حرك لي قلبي خليني نتوب إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال له أحد السلف؟ أخذه من يده وذهب به إلى المقبرة وقال له ماذا يتمنى هؤلاء الناس اللي في القبر، وش هم يتمنوا؟ قال يتمنى أحدهم لو يرجع يصلي ركعتين، ويتمنى يرجع أحدهم فيصدق ويكون من الصالحين، ويتمنى أحدهم أن يرجع فيصوم لله في يوما يبعده عن النار، ويرجع أحدهم فيصلح ما بينه وبين الناس وبينه وبين الله. قالوا شفت هذو يتمنوا كامل، وش يتمنوا؟ أنت درك راك في الأمنية تاعهم، أم يتمنوا يكونوا كيما أنت درك؟ ما لا، اغتنم الأمنية تاعك. فقال الراوي، قال فرجع عن المعاصي وتاب توبة نصوحة. يعني هذه الموعظة تعيضك، هذه الموعظة وتعتبر النعمة التي أنت فيها. ولهذا يقول الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله عز وجل عنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شوف متقين، أنفقوا داروا ومدوا الخير ومدوا أموالهم، داروا أشياء كثيرة، ولكن عندهم واحد الحاجة بزد ذكرهم ربي بها مليحة، ممكن تزل بهم الأقدام فيفعلون ما يفعلون، وقد يفعلون الفاحشة الكبيرة. وإذا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالذنوب صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شوف البطولة هنا، راهي الفوز راه هنا، بمجرد ما تزلق رجلك ما تقولش خلاص أنا عاود توليت نكمل عليها، لا، غير تزلق رجلك عاود نوض وقل استغفر الله وتوب إليه وعاود ارتمي عند باب الله سبحانه وتعالى. هنا راح تدمر إبليس، راح تدمره تدميرا. ولهذا
ربي قال والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ما قالكش نكمل عليها ما قالتش أنا يا خلاص اتفرت فيا ما نتزوجش نكمل هكذا في الفساد ما قالتش أنا خلاص اتفرت فيا نكمل حياتي كلها في الفسق والفساد ما قالتش هذا الكلام تابت إلى الله زلقت مرة زوج ثلاثة تابت الرب سبحانه وتعالى ما خلتش الشيطان يأخذ بها باش تولي جند من جنود إبليس أنت كذلك ما تقولش خلاص أنا حكمت فيا عاودت وليت بطلت شهرين ثلاثة عاودت وليت خلاص ما نقدرش أنا خلاص اتفرت فيا حياتي ضاعت ما تقولش هذا الكلام أبدا هذا كلام يوحيه إليك إبليس تستطيع لا يوجد معصية لا يوجد معصية كي تحبسها تموت مكاش معصية كي تحبها يطرد قول عروق تاعك كلش تقدر تحبسه لأنه كان رب فوق سبع سماوات خلقك هو الذي يوفقك فلذلك الإنسان يفكر في نفسه الآن وإحنا الدنيا الذي نحن فيها كما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال عنها السلف لم يبقى منها إلا صبابة صبابة شفت الصبابة هذيك اللي تبقى في تاع القهوة الأخرانية كامل هذيك تحتها كامل ربي خلق الدنيا كاملة هكذا قد الكاس والدنيا تاعنا حنايا من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا قعدت هذيك الكمية الصغيرة هذيك اللي تبقى محجرة في الكاس هذاك واش قعد يتصببها الرجل في فمه قعدت هذيك الأخرار أنا نقطر فيها ونروحوا نروحوا والله هذا واش قعد من الدنيا هذا واش قعد تأخذ فينا موت الفجأة هكذا وهكذا فلذلك الإنسان يتقي الله في نفسه ويتوب إلى الله كما أن الإنسان يسارع نقول لك علاش تسارع في التوبة واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال ليكتب لك الذنوب والمعاصي الملك ليكتب لك الذنوب والمعاصي واش يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صححه الألباني وغيره قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم أنت تديرها درك عطناش هو ما يكتبهاش يستنى لا يرفع القلم ست ساعات ست سوايع يستنى فيك توب الرب سبحانه وتعالى ست سوايع إلا توب فادوك ست سوايع ما يكتبهاش كلي ما درتهاش كلي ما درتهاش نهائيا وإلا كان فاتو ست سوايع يكتبها وإلا درتها إذا توبتم بعدها يمحيها بس حتى في ست سوايع هذوك باش ما تزيدش تنكت لك في قلبك وتوسخ لك القلب تاعك فهذوك ست سوايع حاول تجري التوبة ولذلك التوبة مسارعة قبل كل شيء مسارعة بهذه النصوص الشرعية لازم نذكروها ماشي بهذيك الشروط الإملائية وإنما بنصوص شرعية حتى يفهم الإنسان كيف يتعامل مع الله كيف يتعامل مع الملائكة اللي يكتبوا له في الذنوب أحصاه الله ونسوه ولهذا ماذا قال عليه الصلاة والسلام إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر الله واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب أو كتب واحدة يعني يكتب بأن هذا الإنسان قد أذنب ذنبا واحدا وكذلك التوبة ندم يجب أن تندم ولا تفتخر بما كنت عليه في أيام الجاهلية ولا تفتخر بأنك أنت كنت وكنت التوبة ندم يا عباد الله والندم حقيقة يجعل الإنسان يخجل أن يذكر ذنوبه أمام الناس يخجل أن يذكر ذنوبه حتى مع نفسه هذا هو الندم التوبة ندم تندم على ما فات وتبغض شفت هذاك الندم لذكر ربي يوم القيامة قال لنا كين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني صاحب هذاك اللي كنت ما شاء الله نظنه مليح هو اللي خسرني وفسدني وخسر لي الطبائع ديالي وخلاقي وديني وكلش وفرقني عن أسرتي ووالدي وغير ذلك هذاك الإنسان هذاك أنت يوم القيامة كي تدخل جهنم تدير هكذا نسأل الله يعافيك لو كان يرميك ربي في النار تعود تدير هكذاك يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا كان غير تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والناس المؤمنين هكذا تقولها هذيك تحب تنجح قولها دركا دركا قولها إذا قلتها دركا تنجح إذا كانك تحب تخريها اليوم القيامة ما تقدرش تقولها غير لك قلتها في النار ربي يعافيك إن شاء الله ويحرمك عن النار ولهذا إياك إياك أن تؤجل الندم بعدها الندم الآن تندم الآن تقول يا ليتني ما قلت هذيك الفلان يا ليتني ما درت هذيك مع ربي يا ليتني ما الآن تبدأ تقول يا ليتني ما تقولش يوم القيامة القيامة ما تنفعكش خلاص ولذلك عباد الله التوبة ندم ولهذا ربي سبحانه وتعالى جعل لنا أمرا آخر وشرطا آخر وصفة أخرى للتائب وهي الإقلاع عن المعصية وهجرانها مرة واحدة ترك المعصية الحسم مباشرة كيش تردد في المعصية كيش اللي دوك ندير وبالك مباشرة تاخذ القرار روح شوفوا الصحابة كتابه كلهم روحوا قرأوا السيرة تاعهم غير يبلوا الحق لن يتأخر لحظة واحدة
تتغير الحياة 360 درجة مباشرة، كل شيء يتبرأ من المال الحرام يرجع. كل الناس الذين تابوا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت توبتهم نور، كأنك شعلت مصباح راح الظلام مرة واحدة. وهذه هي التوبة، ماشي بشوية. أسنى دوك بشوية، دوك المرة الجاية نبدأ نصلي، نكمل شغالات نبدأ نصلي. مكانش هذه، مكانش توبة، هي حسم قرار حاسم في الحين. ولذلك يجب، ربي سبحانه وتعالى ماذا قال؟ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما يشهدوش، بعد عليه. حبست الدخان في رمضان، نولي ما قعدتش مع إنسان يتكيف. حبست هذيك المعصية المخدرات، ما قعدتش مع الناس هذوك تاع المخدرات، نحيهم من الحياة نتاعي. وكي نتوب ونتمكن على عام إن شاء الله نعاود نولي ليهم ونصحهم إن شاء الله. بصح دركا ما نقدرش بهم نهائيا، لأنه لو كان ضر بهم نعاود نولي، وهم وأنا ضعيف مازال ما توبتش ربي مليح. ولهذا يجب علينا هجران المعاصي والأماكن التي كنا نعصي فيها الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر إخواني الكرام والأخير، مبادرة الإنسان بالعمل الصالح. إذا تبت إلى الله، إذا تبت إلى الله وفقك ربي سبحانه وتعالى التوبة، حاول أنك تعمل واحد الأعمال وحدك، وحدك تعملها أنت يا ربي، تحب تبين له، تبين له باللي راك صح تبت، بين له. روح المسجد صلي، اعمل الخير، اصلح أمورك مع الناس، اصلح أمورك مع والديك، اطلب الصفح والعفو من الناس اللي ظلمتهم، اللي سرقتهم، اللي عملت معهم اشياء، تم يكون منك حركه جيده. وشفنا شفنا 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 عشرات او مئات الناس الذين تابوا واصلحوا، والله عباره عن ايام فقط بعد توبتهم توفاهم الله. وهكذا ربي اذا اراد بالعبد خيرا عسله، يستعمله في الخير ثم يقبضه عليه. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وان يرحم موتانا، وأن يتوب علينا في هذا الشهر الكريم، وأن يصلح نفوسنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، وعافنا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. استووا وقيموا صفوفكم، تراصوا ولا تختلفوا، سدوا الخلل. عندنا الدرس في العصر ان شاء الله تبارك وتعالى، نكمل واش بدينا البارح. الاصل احنا في الجمعه عندنا السيره النبويه، ولكن اليوم نكملوا في صلاه العصر وسائل اصلاح النفس في رمضان ان شاء الله عز وجل. اليوم الحصه الثانيه باذن الله تبارك وتعالى. بالمناسبه ان شاء الله راح يكون عندنا مجلس مع الشيخ رشيد بن عطاء الله في الحديقة المقابلة لمسجد نور الإسلام في زيرالدا، اليوم بعد صلاة التراويح مباشرة إن شاء الله. وهذه تكون عبارة عن توجيهات تربوية للشباب، خاصة الشباب المدمن على المخدرات والشباب المدمن على الدخان وغير ذلك، الذي يريد أن يستقيم يأخذ بعض الإرشادات إن شاء الله اليوم. أنا قلت لكم هذا الكلام لأنه ممكن واحد عنده صديق أو قريب أو ابن أو أخ يعني مبتلى، يجيبوا لهذا المكان لعله يسمع كلمة إن شاء الله عز وجل تفيده بإذن الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، نسيت فقط، يعني كان عندنا المدرسة القرآنية بحاجة إلى بعض التبرعات. عندنا برنامج